السلام عليكم. حبيت نعمل لكم فيديو للمتابعة متاع الطرد متاع التقسيم بعد 5 أيام. اش اللي يلزم الواحد يعمل؟ هذوما كيما تراو فيهم الطرود متاعي، يمكن من 10 أيام عملت كل كاي، وما زالت مجموعة من جهة أخرى. هذه الطريقة اللي تشوفوا فيها، مستحسن ديما التقسيم يكون على صنادق صغار متاع 5 إطارات. نأسف على الغالب مش نخدم وحدي، ما عندي شكون يعاوني، يعني يد نخدم بها ويدها نصور بها. هذه الطريقة زادة متاع التعليف، بسيطة ياسر كما تشوفوا. النقبة اللوحة هذه تغير فيها النقبة كما تشوفوا، ويتحط فيها هذه البرطمان، هذا نقولوا احنا الطاسه هذه تعبى فيها نقبه، تراو فيها نتاع 2 ملم، تعبيها الاخر تسكرها وتقلبها وتحط، ما يتقطرش. وقت اللي نحل ياسبيري منها، يجبد منها الواحد، يشفط منها العسل المحلول حتى لين تفرق. نجم تشوفها زاده من فوق قاعده البيت كيما نقولوا احنا، في سعمة تهز المحلول والا ببطء، حتى اذا كان ما تهزش تعرفها شنو الاسباب نتاعها. البيت سرعة سرعة ماكلة المخزون عندها علامة على الخلي. تو مش نشوفوا، نوريكم ان شاء الله المتابعة، خاطرش الملكات اللي عملوهم المرة الأولى يجوا ملكات مستعجلين ويكونوا كلوا حبوب اللقاح، يعني يطلعوا ملكات مش باهين. إن شاء الله ربي يسهل. به إفطار هذا ما فيهش ملكات، زي متاع حبوب لقاح طرفاني ما فيهش ملكات. اللي بعده هاشي لي، بسم الله. تو تو تشوفوا اللي ثم ملكات، بيوت ملكية ديجا تسكرت كيما هذه مغلقة. هذه المغلقة تلقى فيها ملكة ماهيش جيدة، وتكون كلات تكون كلات حبوب اللقاح قبل. لازم تشوف اللي هنا بدنها فيه الاصفر مش جيده بكل. هذه زاد نفس الشيء، لو نشوفوا لهنا هذيك لا، هذه لط في الاسفل زاد ماهيش مش باهيه. انا هم اللي باهين هذا مهم الواحد اللي مازالوا ما تسكروش، يعني بحيث النهار الاول نهار القسمه بعد ب6 ساعات يعملوا ملكات، وملكات يختاروهم اللي عمرهم كبير، فاتوا 3 ايام، 3 ايام بيضاء و3 ايام جيلي رويال، وبعد تالي كلاو الحساب ما يسمى حساب مخلط بولان وعسل، وبعد يرجعوا لهم الريجيم نتاع الجيلي رويال، تطلع ملكه صغيره مش واكله بما يكفي. بينما كيف هذه تلقاها تعوم تبارك الله في جيلي رويال لاباس عليها ومازالت مفتوحه. هذه 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 مازالوا محلولين، وكان نحل على هذه مثلا تلقاها صغيره ياسر. هذه مثلا دوب ما تسكر يعاود يصلحوها، ما تقولش فسدتها. شوف الجهه الثانيه، الجهه الثانيه نفس الشيء تاع الإطار، وكما تشوفوا ها هذونا ملكات خايبين. ها شوف هذه مسكره، هذه ملكه خايبه تتفسد. هذه زاد كيف كيف ملكه مش خايبه، هذه زاد كيف كيف خايبه مش مسكرين، بحيث هاو المحلول منين. هذه خليها محلوله باهي ياسر. هذه زاد كيف كيف مازالت ما تسكرتش، هذوك اللي مش يطلعوا ملكات باهي، هذونا زاد محلولين. هذه مسكرة فسدها. هذه العملية هذه لازم تتعمل 5 أيام بالضبط بعد
يوم التقسيم نتعدى الإطار الثاني فيش حاجة، هاك تراو نخدم من غير إطار، من غير واحد، من غير قواندوات، غير لبس الكسوة، النجم حتى نحيي الكسوة، فما حتى مشكل. المفيد للحظة متاع الخدمة تكون الطقس طيب باهي، تو حاليا نصف النهار أو أكثر شوية، الطقس دافي، الشمس زارقة، الشمس موجودة، ما تخافش كما نقول احنا من حل، ما يهيجش بكثرة، ما يهيجش بعنف. هذا الإطار الثاني، نزيد زاد الإطار الثاني نشوف فيه الشيء، ملكات مسكرين، هاي ثم واحدة، هذه مش باهية في السد، ونخلي المحلولين زوز ثلاثة ماكسيموم، كما هذه محلولة، ها هذه العملية متاع البورسويفي، المتابعة متاع الطرد من يوم التقسيم، يلزم الواحد يوسع باله ويتابع باش يتحصل على ملكات جيدين. هذول الكل عاملينهم، لكن انت مش بايضة فيهم الملكة، مش انا تصور يحولوا للواحد النحل الشغالات، يحولوا اليرقة يهزوها من بلاصة ويحطوها كيما النمالة مثلا، تحول العظام تاعهم محولينهم، خاطرش توسع احيانا نلقى خلايا ملكية في هنية مثلا، ماشي قبل ما كانتش هنية ثم بيض، ما انا محولينها بحيث هنية، وخليت هي خلية ملكية بها ياسر، عشان يظهرش الجيل الرويال متاعها، يمكن هاو تتشاف هذيك، خليت كعبتين هنا باهين ياسر، والبقية المسكرين يلزم الكل يتنحوا. من ننصح مربي النحل ما يبخلوش، خاطر شي فترة وجيزة، السبع يوم تلقاهم الكل تسكروا، ما عادش تعرف من الباهية من الخايبة، وديما تتولد اللي تتولد هي الأولانية، هي الخايبة، وتقضي على البهيم، تقتلهم قبل لا يتولدوا، ونكون هكاك تحصلنا على ملكات خايبين في عود شبتال، يعني شتلة بها ياسر، لا نكونوا تحصلنا على ملكات ديجا ناقصين كمية نتاع جيلي رويال. وفي الملكات هذوك يمشوا لمحالة، لكن في أغلب الحالات في الخريف الجاي يشبوا في تبديل الملك روميراج، كما نقول احنا الإحلال، وإذا كان مش في الخريف راهو في أول الربيع، أول الربيع الجاي كما نقول احنا، أنت تستنى بيت باش تقوى، وهي ديما ضعيفة، وبعد تولي تبدل في الملك، وقت اللي أنت تستنى فيها باش تقسم منها ولا باش تكبر ما تمشيش. هذا ما حبيت نحكي لكم فيما يخص المتابعة متاع الطرد بعد 5 أيام بالضبط، بعد التقسيم، ابتداء من خمسة أيام بعد التقسيم. السلام عليكم. هذه حبيت نوريكم زاد نوع من الكافور الأحمر عندي، باهي ياسر زاد ينور طو الكالتوس الأحمر، فيه زاد كمية هائلة من حبوب اللقاح، كمية روعة فيه من حبوب اللقاح، ويمشي عليه نحل بالقديه في صورة ما تجي عوام زمة ماهيش تعبة شوي. السلام عليكم.